بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة جايين نتكلم مع بعض عن درس بسيط جدا، هو الانفلاميشن اوف فارينكس. ايه هو الفارينكس؟ المفروض خدتوا الكلام ده في الاناتومي، خلاص احنا وصلنا لآخر الكتاب الحمد لله. الفارينكس ده اللي احنا بنسميه البلعوم، بيحصل فيه التهابات. التهاب في اي منطقة بنحط ايتس في اخر الاسم اللي هو، فبنسميها هنا فارنجايتس. ده التهابات اللي بتحصل في منطقة الفارينكس بنسميها فارنجايتس. اول صفحة اللي هي الانفلاميشن فارينكس، دي صفحة الكلام فيها عامي تماما، هقول لكم على اهم النقاط فيها تمام، وهوضح لكم اذا كان في حاجه محتاجه فهم. اول حاجه عندك الانفلاميشن بينقسم لنوعين زي ما احنا اخدنا قبل كده على مدار المنهج، نوع اكيوت ونوع كرونيك. كل نوع بينقسم سبيسيفيك او نون سبيسيفيك، قلنا على حسب ايه؟ قلنا ان هو سبيسيفيك، انت شايف بكتيريا محدده ليها شكل محدد انت عارفها وعارف تعملها كلشر. اما نون سبيسيفيك، البكتيريا اللي قدامك او الفيروس اللي قدامك انت مش شايف هو ايه اصلا ولا عارف تحدد ملامحه خالص، فبنسميه نون سبيسيفيك تمام. السبيسيفيك اللي قلنا زي ديفثيريا تمام، والمونيليزيس ده اللي هو الكانديدا قلبي كانس تمام، والفينسنت انجينا ديت نوع من انواع الذبحه الصدريه، وانتوا خدتوها قبل كده تقريبا في الكارديولوجي يعني تمام. في بعض انواع البلاد ديسيز بتعمل لك اكيوت فرنجايتس. ازاي؟ ايه هي البلاد ديسيز اللي عندنا؟ عندك مرض اسمه ليوكيميا، ومرض اسمه الاي جرانيولوسايتوزيس. ليوكيميا ده ربنا يعافينا جميعا، هو سرطان الدم يا شباب. ده ما بيصيب حد غالبا يعني، بتبقى البروجنوزيس بتاع المرض ده سيء جدا جدا يعني، للاسف يعني اغلب الحالات بتموت بشكل كبير لو جالها اليوكيميا. ده سرطان الدم ده يعني حاجه مفزعه يعني، بتبقى عندك خلل في المناعه، ففرصه الاصابه بالبكتيريا بتبقى عاليه جدا. وكذلك الاي جرانيولوسايتوسيس، بيبقى عندك خلل في الوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء، فبرضه بيتعمل لك خلل في المناعه. والانفكشوس مونونيوكليوزيس ده نوع من انواع الفيرال انفكشن، ده بيأثر على منطقه الفارنكس تمام. نيجي للانواع بقى الكرونيك، اللي هو بحيث ان مده الانفلاميشن دي تطول برضه، فيعمل لك نوع سبيسيفيك ونون سبيسيفيك قلنا على حسب البكتيريا. الكرونيك ده بيتميز بوجود جرانيولوما، عباره عن خدتوا الجرانيولوما قبل كده في الباثولوجي، اللي هو يعني ايه، بتكون مصحوبه دايما مع الامراض ايه الكرونيك، عباره عن فايبروزس وجمع عليه خلايا. الخلايا ديت اللي هي الكرونيك انفلاماتوري سيلز تمام، بتكون لك يعني كتله كده بنسميها جرانيولوما تمام. دي بتبقى مصحوبه دايما مع الحالات اللي هي الكرونيك. اول حاجه ده كله كلام عامي نادرا ما بتتسال فيه يعني، ولكن طبعا ده مش معناه ان انت تسيبه، اقراه على الاقل واجب يعني. نخش على اول حاجه مع بعض، هي الاكيوت نون سبيسيفيك فارنجايتس. اكيوت نون سبيسيفيك فارنجايتس، نون سبيسيفيك يعني البكتيريا اللي قدامك انت مش عارفها. ايه هو اشهر سبب؟ اشهر سبب اللي هو التهاب الحلق اللي بنسميه السور ثروت. اما واحد بيبقى عنده احتقان في الحلق بتاعه او عنده التهابات في الحلق، بتبقى غالبا مصحوبه بالتهابات في منطقه الفاركس، فده اشهر سبب يعني تمام. ممكن عندك اسباب تانية زي مثلا واحد جاله انفلونزا، الانفلونزا ديت عملت له التهابات في النوز، وعملت له التهابات في اللارينكس، عملت له التهابات في الفاركس تمام. او واحد كان عنده التهابات في الساينس، الساينس ديت اتعكست على انها انتشرت راحت لمنطقه الفارنكس وهكذا تمام. ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ هي اي زيها زي اعراض الفاهم، زي اعراض الانفلاميشن، هي كلمه فاهم اللي هو فيفر وهيدك وماليج وانوركسيا، دي بتحطهم في اي حاجه، هنزود عليهم هنا بس السور ثروت اللي هو التهاب الحلق تمام. ده اشهر سبب اصلا، وبيكون مصحوب دايما مع الفرنجيتس. الساينز، اي انفلاميشن بيبقى معاه كونجيشن واديما في المكان اللي حاصل فيه الانفلاميشن تمام. فالفارينكس ده بيبقى جنبه اللوز، فبيعمل التهاب في اللوز، ممكن يعمل لك تونسلايتس، فتلاقي اللوز محمره شويه، او ممكن كمان يحصل فيها سولين، تحصل لها سولينج فتكبر شويه. التونسلر بيلرز، الحاجات اللي هي شويه سوفت تيشو اللي بتبقى قدام ورا اللوز ديت، سوفت بالت اللي بنسميه في الحنك، ممكن الحاجات دي تحصل لها انفلاميشن برضو، وتلاقي عليها كونجيشن محمره كده وعليها اديمه تمام. وعندك برضو حاجه اسمها اليوفيولا، اللي بتحس شفت لما تفتح بقك بتلاقي حاجه مدلدله كده، دي اسمها اليوفيولا، ممكن برضو تلاقيها محمره. كل اللي عليك ان انت تعالج الشخص ده علاج بسيط جدا، قول له ريح، ابدا خد سوائل دافيه تمام، خد فيتامين سي عشان تقوي المناعه عندك، انت عندك درجه حراره مرتفعه، خد انتي بايوتيك تمام. لو عندك جسمك وجعك زي البادي ايك، ده وجع في الجسم، ادي له انالجيزيك. عندك خلاص في بكتيريا الانفكشن هي اللي مسببه الفرنجيتس ده، فتدي له انتي بايوتيك وتكمل كورس المضاد الحيوي. لكن بالنسبه لاول صفحه اللي هي بتاعه الانفلاميشن اوف فارنكس، الصفحه ديت بسيطه جدا، كل اللي عايزك تعرف فيها انه اشهر سبب للاصابه بالفرنجيتس هو السور ثروت تمام. انما باقي الكلام في الصفحه وانت ممكن تقراه، هو كلام بسيط جدا ونادرا ما بيسال فيه، ولكن ده مش معناه ان هو يتساب تمام. نخش بعد كده بقى على درس مهم، وهو اللوز، التهابات اللوز اللي هو اسمها تونسلايتس. ايه هو بقى يا شباب التهاب اللوز، او بعنوان اخر التونسلايتس؟ هندرس مع بعض اول حاجه هي الاكيوت تونسلايتس. والاكيوت تونسلايتس دي معناها ايه؟ معناها انفلاميشن في البالاتين تونسل، بالاتين تونسل لان هي موجوده في منطقه البلت تمام، ودي اللي بنطلق عليها اللوز.
طبعا انت المفروض خدت التونسل ديت في الاناتومي، بس يعني كلمتين مبسط عليها ديت، هي عباره عن ليمفاتيك اورجان بيلعب دور مهم جدا في المناعه، بيبقى موجود في البق كده ورا كده، هتلاقي في الجنب كده هتلاقي اللوز، وكلنا عارفين مكانها. يعني اغلب العيانين اللي بيحصل لهم التهابات في اللوز دي بيكونوا الاطفال، ولكن هذا لا يمنع ان هي ممكن تحصل في الكبار. يعني هي مشهوره جدا في الاطفال، ولكن بتحصل عاده برضو عادي جدا في الكبار. اسبابها هي بتحصل نتيجه بكتيريا انفكشن، ممكن تكون عن طريق هيموفلاس انفلونزا، او عن طريق الستريبتوكوكاس نيموني، او عن طريق البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. دي كلها انواع من انواع البكتيريا. ممكن تنتشر عن طريق واحد مثلا مصاب يكح في وشك او يعطس في وشك، ينقل لك الانفكشن، بنسميها سبريد باي دروبلت انفكشن. الكلينيكال بيكتشر زيها زي اي انفلاميشن، بتلاقي العيان ده اول لما تعطل عنده فيفر وهيديك وماليج وانوركسيا، بس الفيفر بتاعت العيان ده بتبقى عاليه شويه، درجه حرارته بتلاقيها واصله 40 درجه سيلسيه، ودي حاجه كبيرة جدا جدا. بتلاقي عنده التهابات في الحلق بتاعه، مش عارف يبلع كويس، تمام، بتلاقي قاعد دايما متضايق بسبب انه مش عارف يبلع، عنده حاله اسمها الماليج، تمام. الوجع ده ممكن ينتشر، يسمع في الودن، يعمل لك الم شويه في الودن، تمام. حاجه اسمها الاير ايك. في الحالات السيفير التوكسين او البكتيريا بتبدا تنتشر في الجسم كله، وتبدا تعمل لك شويه تشنجات بنسميها رايجورد، تمام، اللي هو الرايجورز ده، شويه تشنجات بتحصل نتيجه انتشار التوكسينز في الجسم، تمام. ده كان بالنسبه للسيمبتومز بتاعت العيان. الساينز، العيان ده بيبقى برضو عنده كونجيشن واديما نتيجه يعني انفلاميشن، فبتحط اول حاجه كونجيشن واديما، بتلاقي وشه كده احمر، تمام، وسخن، درجه حرارته عاليه جدا جدا، الميتابوليك ريت بتاعه. طبعا اي واحد بتلاقي عنده فيفر او سيروتوكسيكوزيس او اتاكي او بيجري في اكسرسايز، تمام، بتلاقي ضربات قلبه زياده، لان البيزا الميتابوليك ريت بتاعه بيبدا يزيد، فتلاقي العيان ده ضربات قلبه كمان عماله بتزيد عشان ايه، تقدر تواكب الميتابوليك ريت العالي ده، تمام. في حاله كده بتلاقي، بص، على بنشخص من خلالها حته التونسيلايتس ديت ازاي، ان انت تشوف اللسان بتاع العيان، بتلاقي اللسان كده متشقق، تمام، وبيبقى في بياض كده على لسان العيان، واللوز بتلاقيها طبعا نتيجه الانفلاميشن، فطبيعي تلاقيها حجمها كبير جدا، متضخمه، سولين، ولونها احمر نتيجه الكونجيشن اللي فيها، تمام. وممكن تلاقي عليها شويه سبوتات كده متغطيه بممبرين، فبنسميه فولس ممبرين. وطبعا هحط لكم صوره لحته الانفلاميشن بتاع اللوز ده، ما تقلقوش يعني، تمام. والليمف نود اللي جنبها طبعا نتيجه اي التهاب في مكان معين، الليمف نود اللي جنبه بيحصل لها تضخم، تمام. فانت عندك التونسل دي بتبقى موجوده فين؟ في منطقه موجوده في السيرفايكال، موجوده في النك، تمام. فالليمف نود اللي موجوده في النك بنسميها سيرفايكال ليمف نود، فبتلاقي الليمف نود ديت كبيره في الحجم، ولو ضغطت عليها بتلاقي ايه، بتوجعك، تمام. ده كان بالنسبه للساينز بتاعت العيان. اما بالنسبه للكومبليكيشن، الانفلاميشن او التوكسين ده ممكن ينتشر، يروح في اي حته حوالين التونسل، يعمل لك بيري تونسلر ابسس، تمام، نتيجه البص اللي بيبقى متكون في حالات الانفلاميشن، ينتشر وحوالين التونسل يعمل لك بيري تونسلايتس، جنبها او في منطقه الفارنكس يعمل لك حاجه اسمها بارا فارنجيال او ريترو فارنجيال ابسس، تمام. يبدا ينتشر، يروح على اللارنكس، يعمل لك ايديما في اللارنكس، يعمل لك كونجيشن في اللارنكس، يعدي من الاوستيكيان تيوب، يروح على الميدل اير، يعمل لك اوتيتس ميديا، انفلاميشن في الميدل اير. الاكيوت تونسلايتس تطول معاك وتقلب لك بحاله اسمها كرونيك تونسلايتس. طبعا نتيجه الالتهاب بتاع السور ثروت ده بيحصل لك حاجه اسمها اكيوت ريوماتيك فيفر. لو تفتكر ان الريوماتيك فيفر كانت بتحصل اما يكون عيان عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، ومنها التونسلايتس والالتهابات في الحلق اللي هو السور ثروت، تمام، اللي هو بيبقى موجود في التونسلايتس اساسا. ممكن برضو التوكسين يبدا يمشي ويروح على الجلوميرولاي بتاعت الكدني، يعمل لك انفلاميشن في الجلوميرول في الكدني، اسمه اكيوت جلوميرولونيفرايتس، تمام. ايه هو العلاج بتاعت التونسلايتس ده لو لقيت واحد عنده التهابات في التونسل او عنده التهابات في منطقه الفارنكس؟ طبعا اي عيان عنده التهابات او اي انفلاميشن تبدا تريحه، تمام، تبدا تدي له اكل خفيف، تدي له سوائل، تمام، درجه حرارته بتبقى عاليه، بتبدا تدي له خافض الحراره اللي هو الانتي بايوتيك، بتبدا تدي له مضاد حيوي طبعا، لان نسبه من بيبكتيريا انفكشن بتبقى عاليه، ولازم تكمل الكورس المضاد الحيوي اللي بيستغرق حوالي من 10 ل 14 يوم. العيان ده بيبقى ريحه التنفس بتاعه وريحه بقه سيئه جدا، بتبدا تغسله، بتعمل ماوس ووش، لو جسمه بيبدا بيوجعه، اغلب العيان بيبقى جسمها متكسر ووجعهم، بتبدا تديله حاجه تتحكم في الوجع ده زي الباراسيتامول ده اشهرهم يعني، والايبيبروفين ده بيستخدم ان هم يقللوا البين، وخصوصا البين اللي بيحصل في حالات الاكيوت اوتيتس ميديا اللي هو الانفلاميشن اللي بيحصل في الميدل اير. بالنسبه بقى للمضادات الحيويه، انت بتستخدم التريتمنت اوف تشويس. ايه هو التريتمنت اوف تشويس؟ ايه اول حاجه انت بتختارها؟ هو عيله البنسلين والاموكسيسيلين، تمام. البنسلين والاموكسيسيلين دول التريتمنت اوف تشويس، عشان لو سالك في الامتحان ده سؤال مهم يقول لك ايه هو التريتمنت اوف تشويس في حالات التونسلايتس او حالات الفارنجيتس، بتحط بنسلين او والاموكسيسيلين. بس خلي بالك ان في بعض العائلات من عائلات البكتيريا اللي هي زي العائلات بتاعت اللي هي الجروب ايه، بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، العيله ديت بتبقى ريزيستنت شويه للبنسلين، فلازم تضطر تشوف حاجه تانيه غير البنسلين والاموكسيسيلين، فبتاخد حاجه
حاجه اسمها الازيثروميسين او الكلاريديثروميسين، دول بيستخدموا في حاله الالرجي من البنسلين او كبديل من البنسلين. تمام. عندك كسكند تشويس بتستخدم عائله السيفو اللي هم السيفترياكزون والسيفبودوكزيم، تمام، والسيفيروكزيم، تمام، ديت بيستخدمهم كسكند تشويس بعد البنسلين والاموكسيسيلين. ده كان بالنسبه للالتهابات اللي بتحصل في التونسل اللي هي اللوز، كلام فيها سهل جدا جدا، والمنطقه دي كل الكلام فيها سهل ما تقلقوش منها خالص. هنخش بقى بعد كده على الحاجه اللي بعدها اللي هي البيري تونسلر ابسس. البيري تونسلر ابسس بقى فيها كام سؤال كده، يعني ما ينفعش عندي سنه لما يتحط في الامتحان، يعني اسمعها مني بقى وركز على اهم النقاط اللي هنا في البيري تونسلر ابسس. اول حاجه عندك التعريف. التعريف يعني ايه؟ كلام بسيط خالص، يعني مش محل ولا موقع اسئله جديد. ايه هو التعريف؟ بيري تونسلر من اسمه معناها ان هو تكون بص او حدوث خراج في حوالين التونسل. تمام. فين حوالين التونسل؟ في عضله اسمها السوبيريور كونستريكتور ماسل، ديت بتبقى فوق كده، هم 3 اجزاء: سوبيريور كونستريكتور وميدل كونستريكتور وانفيريور كونستريكتور. السوبيريور كونستريكتور دي بتبقى ناحيه اللوز شويه، ما بين السوبيريور كونستريكتور والكبسول بتاع اللوز، ديت المنطقه اللي هي المحيطه بالتونسل. تمام. ودي المنطقه اللي بتكون فيها الابسس. تمام. ده كان بالنسبه للتعريف بتاع البيري تونسلر ابسس. سببه، اشهر سبب للبيري تونسلر ابسس، ان هو بيجي ككومبليكيشن من الاكيوت تونسلايتس، يعني التونسل حصل فيها انفلاميشن، التهبت، بدا الباص والانفكشن تنتشر في المناطق المحيطه بيها وتكون لك البيري تونسلر ابسس، وبنسميه كوينزي. تمام. اهم حاجه عندنا بقى في الجزء ده هو الكلينيكال بيكتشر. تمام. ايه هي الكلينيكال بيكتشر؟ الكلينيكال بيكتشر دي مهمه جدا جدا جدا، وبتيجي في الامتحان يعني بص الام سي كيو كتير جدا جدا. تمام. اول حاجه عندك اللي هي الجنرال سيمبتومز العاديه، اللي هي الفاهم، اللي بتحطها في اي انفلاميشن، اللي هو الفيفر والانوركسيا والهيتك وماليج. العيان بتلاقيه عنده درجه حرارته بدات ترتفع، عيان مصدع، متضايق دايما، مش عارف ياكل. تمام. وديت يعني بتبقى موجوده في اغلب انواع الانفلاميشن. اهم حاجه عندنا بقى في الدرس كله هي اللوكال سيمتومز. تمام. هي الاعراض اللي بتحصل في مكان الانفلاميشن. تمام. بنسميها لوكال سيمتومز. هي مشابهه للاعراض بتاع الانفلاميشن اوف تونسل، ولكن هي اشد شويه. واحدة واحدة بقى. أول حاجة عندك إيه اللي بيحصل؟ بتلاقي عندك العيان ده عنده الحلق بتاع بذوره، الحلق بتاعه أو ذوره، تلاقي فيه إيه؟ حرقان كده. العيان ده مش عارف أصلا، كل شوية ما يجي يبلع يلاقي حرقان في ذوره ووجع شديد جدا جدا. بنسمي البين ده اسمه بروجريسيف أند ثروبنج بين. يعني إيه بقى يا راجل يا طيب بروجريسيف أند ثروبنج بين؟ خد لك معلومة لله. تمام. ثروبنج بين دي معناه إن البص بيبقى بلسيتنج. يعني ايه البص بلسيتنج؟ يعني البص بيعمل صوت نبض كده، الوجع بتلاقيه ايه عمال بينبض. تمام. دي بنسميها ثروبنج بين. تمام. بروجريسيف يعني الوجع عمال يزيد كل شويه وعمال يعني ما بيقلش. تمام. الوجع عمال كل شويه ايه يجي فوق دماغك، انت كل ما تبقى حاجه تلاقي الدنيا زورك مش قادر تستحمل. تمام. الوجع ده طبعا بيسمع الاير، زي ما احنا خدنا في السيمتوماتولوجي ان لو حصل تونسلايتس بيتسمع في الاير عن طريق النرف التاسع. تمام. ودي كان اول حاجه في اللوكال سيمتومز. تاني حاجه عندنا، ودي اهم نقطه في الدرس كله، حاجه اسمها البينفول ديسفيجيا، او الاسمها العلمي او في الطب اسمه الاودينوفيجيا. تمام. اكتب جنب الحته دي بقى سؤال ام سي كيو كل سنه بيجي وهيجي، سواء في الكويز او في الميد ترم او في الفاينل، مش هيعدي الا لما يجيب لك حته الاودينوفيجيا دي. تمام. يعني ايه الاودينوفيجيا؟ قلنا ان هي وجع بيحصل اثناء البلع. تمام. انت عارف طبعا ان انت عندك التهابات في اللوز، زورك بيحرقك، مش عارف تبلع بشكل كويس، فيبدا اللعاب يتراكم في بقك. تمام. اللعاب ده اسمه السلايفا. اما اللعاب يتراكم في بقك يبدا العيان يحصل له ايه؟ شفت لما الطفل الصغير بيبدا يريل على نفسه كده؟ التريله دي بقى بنسميها دريبلنج. العيان بقى ده بيبدا يريل، السلايفا تبدا تترسب تتسرب منه كده من بقه، دي بنسميها حاجه اسمها دريبلنج، ودي خاصيه مميزه جدا جدا للبيري تونسلر ابسس. هقولها لك تاني وتالت ورابع. الاودينوفيجيا كاركترستيك للبريتونسلر ابسس، مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات. تالت حاجه عندنا حاجه اسمها التريسماس. التريسماس ده بتلاقي عيان بيجز على اسنانه. يعني ايه بيجز على اسنانه؟ انت عندك في عضلات مسؤوله عن المضغ اسمها ماسل اوف ماستيكيشن، هتاخدها بالتفصيل في اللوكو، مش عاوز اشغلك بيها. تمام. ما حدش يروح يشغل نفسه بيها ويدور على عضلات الماستيكيشن دي. تمام. الا لو هو زودها في المحاضره، يعني لو سمعتم ان هم زودوها في المحاضره لا قدر الله، يعني خلاص يبقوا اكتبوها يعني، ولكن هم مش هيزود الكلام ده خالص. عضلات الماستيكيشن دي هي العضلات المسؤوله عن المضغ. تمام. اما يحصل سباز من العضلات ديت، المانديبل اللي هو الفك بيبدا يقفل، اما يقفل بتلاقي العيان ايه جزز على اسنانه كده. تمام. ده بنسميها التريسماس، هحط لك صوره ليها طبعا ما تقلقش يعني. تمام. رابع حاجه عندك اسمها حاجه اسمها التركي تورتيكولس. تمام. ايه هو التورتيكولس ديت؟ ديت بتلاقي العيان لوح دماغه كده ناحيه معينه. تمام. اللي احنا بنسميه يعني الواد ده ملوح. تمام. دي اسمها تورتيكولس، العيان ملوح او تويست اوف هيد.
راسه متنيه ناحيه مكان معين، سواء بقى يمين او شمال على حسب الجزء اللي متاثر، تمام. ودي بتحصل نتيجه السبازم بتاع عضله اسمها الاسترنوماستويد، ودي تاخدها بالتفصيل. الاسترنوماستويد دي هي العضله المسؤوله عن انك تلف وشك، تمام، وانك تحرك الهيد بتاعتك، تمام، وكمان بتشارك في عمليه ريسبيريشن، تمام. خامس حاجه، حاجه اسمها الهوت بوتيتو سبيتش، تلاقي الصوت بتاع العيان ده بدا يتغير، في صوته بتلاقي فيه بحه كده، تمام، تلاقي بيتكلم زي ما انا بتكلم كده، تمام، صوته فيه بحه، تمام. ليه بقى؟ نتيجه العوامل اللي فاتت دي كله، زوره بيوجعه، في اديما، في سلايفا عمال متراكم، العيان ده جزز على اسنانه مش عارف يتكلم بشكل كويس، اليوفيولا والحلق بتاعه مش عارف يتحرك بشكل كويس، تمام. دي كلها عوامل ادت لان العيان ده الصوت بتاعه يبقى، بنسميه حاجه اسمها الهوت بوتيتو سبيتش. خلي بالك من الكلينيكال بيكتشر دي لانها مهمه جدا جدا. الساينز زيها زي اي ساين، العيان ده عنده انفلاميشن، فاول حاجه بتحطها في دماغك هي ايه؟ كونجيشن، اديما، تمام، إيه، فيفر، تمام، عيان عنده انفلاميشن، التوكسين في جسمه عاليه، تمام، فتلاقيه طبعا العيان ده متضايق، ان هو مش قادر ياكل، درجه حرارته عاليه دايما، جسمه همدان، فبيحصل عنده حاجه اسمها الاريتابيليتي، متضايق دايما، عنده حاجه اسمها البروبورشنال فيفر. يعني ايه بروبورشنال فيفر؟ إيه، لو راجل، لو انت راجل كده محترم، تمام، افتكر معايا كده حاجه اسمها الاكيوت روماتيك فيفر، والصفحه الثانيه من الاكيوت روماتيك فيفر، اما كنا بنقول حاجه اسمها الديسبروبورشنيت فيفر، قلنا ان هي وقتها ان ده نوع من انواع الحمى، تلاقي نسبة البكتيريا ملهاش اي علاقة بدرجة الحرارة، تمام. تلاقي ممكن مثلا نسبة البكتيريا قليلة جدا ودرجة الحرارة عالية جدا، دي كنا بنسميها تيس بروبورشنيت فيفر، يعني فيفر غير منتظمة، اما هنا اسمها بروبورشنال فيفر، يعني درجة الحرارة متناسبة مع كمية البكتيريا، تمام. وطبعا اي عيان بتلاقي درجه حرارته عاليه بتلاقي معاه حاجه اسمها تاكي كارديا، على ان البيزا الميتابوليك ريت بتاعه بيبقى عالي، فالقلب بيضطر يزود من المجهود بتاعه عشان يؤدي احتياجات الجسم. ده كان بالنسبه للجنرال ساينز. اما بالنسبه لللوكال ساينز، وديت متلخصه يعني ايه في كلمتين ثلاثه. اول حاجه عندك حاجه اسمها السويلنج اوف سوفت بلاد، شفت اليوفيولا او الحته اللي لما تفتح بقك بتلاقيها مدلدله، ديت المنطقه ديت بتبقى لاترال للتونسل، بتلاقي فيها كونجيشن واديما وسويلنج، تلاقيها تضخمت شويه، تمام. تلاقي برضو حصل ديسبليسمنت، تلاقي لك نتيجه الانديما اللي بتبقى متلونه بيبقى اللي هي بتنزاح شويه ناحيه الميديال، كمان التونسل بتبدا تتزاح ناحيه تحت وناحيه ميديال، طبعا صعب وصفها جدا جدا في ريكورد، تمام، بس اعرف ان هما بيحصل اتنين ميديال ديسبليسمنت، بيحصل ميديال ديسبليسمنت في سوفت بلت واليوفيولا، وبيحصل ميديال ديسبليسمنت للتونسل، تمام، اللي هي بتتزق ناحيه الميديال. بالنسبه للتانج بنسميه كوت التانج، التانج كده اللسان بتلاقيه لونه ابيض، ودي كاركترستيك برضو يعني حاجه مميزه جدا، العيان بيعرف المريض، قصدي الدكتور بيعرف المريض من خلالها، تمام. وتلاقي تيجي تشم ريحه الماوث بتاع العيان تلاقي ريحه بقه سيئه جدا، تمام، بنسميها فيتر اورس. وطبعا نتيجه اي منطقه بيكون فيها انفلاميشن، الانفلاميشن ده بينعكس على السيرفايكال ليمف، بينعكس على الليمف نود اللي جنبها، وبما ان التونسل دي في منطقه في منطقه الرقبه اللي احنا بنسميها السيرفكس، تمام، فالليمف نود المتاثره في الحاله دي بنسميها سيرفايكال ليمف نود، بتلاقيها كبرت، حصل لها سويلنج، تمام، ولما تيجي تضغط عليها تلاقيها بتوجعك، فبنقول عليها تندرنس، تمام. ده كان بالنسبه للوكال ساينز بتاع البيري تونسولار ابسس. نخش بقى على اخر حاجه وهي الكومبليكيشن، الحاجه اللي قبل الاخيره، واكتب جنبها سؤال مهم جدا برضو في الالترا شورت، تمام. اول حاجه ايه هي الكومبليكيشن؟ ده ابسس، اما تعطل في الامتحان فكر فكر ما تعطلش، حاجه اسمها ابسس. الابسس ده ممكن يحصل له ايه؟ ما ممكن الخراج ده يفرقع، يحصل له رابشر، اما يفرقع ايه اللي هيحصل؟ هيخرج منه بص، البص ده ما يخرج ممكن يمشي يمشي ويقوم جاي رايح مثلا على اللنج، تمام، تبلع انت مثلا البص ده يروح على الابدومين مثلا، تمام. ولنفرض مثلا الجزء بتاع البص ده يقوم جاي مثلا ايه منتشر رايح لاي منطقه محيطه بالتونسل، ايه هي المناطق المحيطه بالتونسل؟ مثلا ممكن يروح على اللارينكس، يعمل لك لارينجيال اديما، ويعمل لك انفلاميشن في اللارينكس. اللارينكس ده اصلا يعني بيساعد جدا على التنفس، لو اللارينكس بتاعتك اتقفل وحصل فيه اديما مش هتقدر تاخد نفسك، ويحصل حاجه اسمها سافوكيشن، تمام. ممكن الباص ده يمشي من خلال القناه اللي هي اسمها الاستيكيان تيوب، يعدي يروح فين؟ يروح على منطقه اسمها الميدل اير، يروح على الميدل اير من خلال الاستيكيان تيوب، يعمل ايه في الميدل اير؟ يعمل لك حاجه اسمها اكيوت اوتيتس ميديا. ممكن ينتشر من خلال السوبيريور كونستريكتور مصر اللي هي جنبه، تمام، يعمل لك حاجه اسمها بارا فارنجيال ابسس، اللي هو الباص بيبقى متراكم ورا السوبيريور كونستريكتور مصر كده، تمام. دي كلها كومبليكيشن وامرها سهل جدا، ممكن تجيبها بالفهم وبالهبد كمان، تمام. التريتمنت، العلاج بينقسم ثلاث حاجات، يا اما كونزرفاتيف يا اما سيرجيكال. طبعا التونسيليكتومي دي تبع السيرجيكال اساسا، فمش عارف ليه مقسمها في الكتاب ثلاث حاجات، تمام، ولكن مش تبع الكتاب. الكونسرفاتيف تريتمنت ده علاج تحفظي، بتبدا تشوف العيان ده بيعاني من ايه، العيان ده مثلا عنده بين شديد جدا تبدا تديله انالجيزك، درجه حراره العيان ده عاليه بتبدا تديله انتي بايوتيك، العيان ده برده عنده انفلاميشن تديله انتي انفلاماتوري زي الكورتيكوسترويد، تمام، طبعا عنده بكتيريال انفكشن بتبدا تديله انتي بايوتيك، بتديله بارنتال يعني حقن، تمام، سيستميك انتي بايوتيك. والعيان ده بتلاقي عنده
زورو ريحته وحشه، تبدا ممكن تعمله ماوس ووش، دي كلها حاجات بتجاب الفهم، مش شرط انك تكتب نص كتاب. انت كتبت الكلام ده كله، اي اسطمبه كده تخش، عيان عنده بين اديله انرجيزك، عنده درجه حراره عاليه اديله انتي بايريتك، عنده انفلاميشن اديله انتي انفلاماتوري، تمام. طبعا بتدي نتيجه، عنده بكتيريا بتدي له ايه، انتي بايوتيك، تمام. دي كلها بتخش تكتبها، لو عطلت في اي حته في الدنيا عطلت فيها في الاي ان تي اكتب اللي انا بقول لك عليه ده وهتاخد درجه، ما تقلقش، تمام. بتبقى تعمل ماوس اريجيشن، تمام، شوف محاليل كده دافيه، تقوم جاي مدخله العيان بالماوس، تعمله اريجيشن قبل ما العيان ده يخش في حاله سابيوريشن ويتراكم البص، لا تبدا تنظف الماوس بتاعه بصلاين، تمام. طبعا لو العيان ده لا قدر الله بدا البص والصديد ده يتراكم جامد في التونسل، ابدا دخله عمليه جراحيه وافتح التونسل دي وابدا اعمل درينج للبص ده، اسحبه. طبعا العيان ده بيكون متخدر، يا اما تخدير لوكال يا اما تخدير جنرال، تمام. لقيت ان العيان ده كل شويه يجي له انفلاميشن، كل شويه التونسل بيحصل له التهابات، اعمل له عمليه اسمها التونسلكتومي، اللي انت بتشيل اللي ودي بتبقى غالبا بعد شهر عشان تمنع ان كل شويه العيان ده ايه يحصل له ابسس، تمام. وده كان بالنسبه لي البيري تونسلر ابسس، واتمنى يكون الموضوع كان مفهوم، واي حد قدامه اي مشكله يقدر يتواصل معايا وباذن الله نحلها.